اهلا وسهلا بيكم، معاكم اسلام سالم وقناه كل اكاديمي. النهارده ان شاء الله هنشرح برنامج جميل جدا 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 ومهم جدا، هو الكاركتر كرياتور. الكاركتر كرياتور اللي ما يعرفوش هو برنامج صانع الموديل، صانع الكاركتر. الكاركتر اللي يعني شخص وبعدين نحركه. البرنامج ده بيصنع الكاركتر بين بيسلمه لبرنامج تاني بيحركه، بس هو بيصنعه جاهز ممكن يتحرك على اي برنامج تاني. نبدأ مع بعض. ده البرنامج الحلو بتاعنا كاركتر كرياتور، وزي ما احنا شايفين الواجهة بتاعته بسيطة جدا. اي تعقيدات هتقابلك سيبها ارميها، احنا كل حاجة عندنا ببساطة، والشرح بتاعنا زي ما احنا هنقوله دلوقتي بسيط جدا جدا جدا. في عندنا حاجات هناخدها وحاجات هنرميها. شفنا كده فيلم ايطاليان جوب لو كان بيعدل العربيات يقول له الحاجات دي كلها ايه؟ لا ما لهاش لازم. طيب احنا كده هناخد حاجات مهمه والباقي نرميه. عندنا البرنامج زي ما احنا بنسوق عربيه كده، في عندنا ادي الواجهه الاولانيه، وعندنا هنا في مربع يمين، وعندنا هنا في مربع شمال، وفي شاشه كبيره في النص فيها الموديل او الكاركتر. طيب السطر اللي فوق ده والزراير اللي فوق اللي هي في اي برنامج نيو اوبن سيف. نيو بتعمل بروجكت جديد، اوبن بتفتح بروجكت قديم عندك، وسيف بتسيف البروجكت. وهنا المجموعه دي بتاعت ابعت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اكسبورت الافاتار ده، خلي الافاتار ده اكسبورت بره عشان نحفظه وبعدين نجي نستخدمه على اي برنامج تاني. ماشي، ابعت send to iClone. هنا render، يعني طلع الصوره دي render. هنا render preview، يعني لو دوسنا عليه وطلعها لي في الشاشه الثانيه، بس احنا ممكن ادي الصوره. طلعها هنا، انا شايفها في البريفيو في الشاشه الثانيه. ادي الصوره اللي هو مطلعها لي لرندر الشاشه او البروجكت اريا، مساحه العمل ورك اريا دي البروجكت بتاعي. طيب عندي هنا المربع اللي على الشمال والمربع اللي على اليمين. طب احنا كملنا دول الاول. تمام، ده send to iClone، البرنامج اللذيذ جدا اللي احنا هنشتغل فيه وعشان نعمل التحريك. وده الاكسبورت افاتار، وده الريندر، وده الريندر بريفيو. يعني ايه؟ رندر لي الصوره اللي انا واقف عليها دلوقتي، طلعها لي بشكل حلو جدا، اشوف شكله ايه. ودول بقى ده ارفع للموقع بتاعنا، وده للجوزي اللي هو جو تو زد بروش. يعني كل دول مجموعه ابعت جو زد بروش. وده الريدو والاندو، يعني تراجع، وده التراجع عن التراجع، ودي ادوات التحريك، ودي ادوات التحريك على طول كده. لو انا دوست عليها اكبر يعني ازوم من ايه؟ من الكليك الشمال بتاع الماوس. ده احرك من الكليك الشمال بتاع الماوس، وده الروتيت للكليك الشمال بتاع الماوس برضو. وهنا دي الواجهات، وهنا ده الريزوليوشن والسطوع والبوز والموديفاي والمورف والترانس. طيب شويه الحاجات دي خلينا نشرحهم بعدين، بعد ما الست دي نلبسها شوف لها بنطلون. تمام، ادي الفيس ده كده فرونت. انا مش عايز البنطلون، عايز كله. انا رحت فين دلوقتي؟ ادي فرونت. وعندي هنا كمان لو دوست هلاقي رايت توب. طب انا ايه اللي تعبني في كل ده يا جماعه؟
طب ما انا لو دوست على الكيبورد A S D F J ال H هستخدم في حاجة تانية بس J جميل جدا، وادي ال K يعني كل ده ممكن استخدمه من على الكيبورد، مش محتاج اقعد واروح. احنا عرفني ليه انا قصدي بقول لكم بلاش نتكلم في تفاصيل صغيرة قوي، لان دي ضياع وقت وتعقيد على الفاضي. الموضوع بسيط جدا وابسط مما نتخيل. لو دوست هنا هلاقي في عندي الحروف هنا، شايفين الحروف دي؟ هي الحروف دي اللي على اليمين دي F S J A D J K، هي دي كل الحروف اللي انا محتاج ان انا استخدمها، انا مش محتاج حاجة تانية. طيب تمام، والحاجات دي فيزيكس. وده للإضاءة، وده الهيد شوت، ده حبيبنا ده الهيد شوت ده هنشرحه، ده جميل جدا. وعندنا المربع ده، المربع ده فيه كونتنت وسين فيجوال، وبعدين فيه ريندر كمان. ده الريندر بريفيو والريندر ايمج. ماشي، اللي هو اللي احنا عملناها من شويه. والويندوز ده هنا الورك بليس بيقول لنا عايز تطلع ايه، عايز تظهر ايه، الستاندر والادفانسد ولا ايه، ولا اول بانلز، يعني تظهر كل حاجه مع بعض. ماشي يا عم، ظهر لنا كل حاجه مع بعض. اوكي، والهيد شوت كمان حطه لنا هنا، ده اللي هو الهيد شوت اللي هو ده، لو ما كانش ظاهر هتلاقيه عندك هنا. ماشي. طيب المربع اللي على الشمال ده في يا جماعة، أول حاجة دي بروجكت، شايفين احنا هنا بنقدر نفتح كده ونضيق كده، نلاقي ايه هو الايد اللي احنا ماسكينها دي، نقدر احنا نعمل منها كده. دي أول حاجة، دي بروجكت. بروجكت يعني ايه؟ يعني ده مشروع كامل. اقدر ان انا ادوس كده دبل كليك. عايز تسيف ده؟ لا يا عم انا مش عايز اسيف ده. ريبليس اول، فيروح منزل لي المشروع ده كله. ادي المشروع. طيب انا بتحرك كده ازاي؟ عندنا حاجه الهوت كي، اهم زرار هنا اللي هو الالت في الكيبورد. الت في الكيبورد وزرار الماوس الشمال يحرك لي المشروع، يحرك لي الشاشه كلها. وزر الماوس اليمين يلف، زر الماوس الوسطاني يعمل زوم. لو دوست جي هيجيب لي الفيس، الاف هيجيب لي كله، الكي هيجيب لي بيرد فيو اللي هو الواجهة من بره كده بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب انا عايز، يعني احنا شفنا هنا الحاجات دي، دي الاستوديو اللي انا واقف فيه، وده البيز. ايه هو البيز؟ يعني المود اللي عندي فيه ايه. كان في عندي كتير بلاقي المود اللي هو سي سي 3، كلمة اللي مكتوبة تحت دي. خلينا ناخد قاعدة ان احنا نستخدم دايما السي سي 3 بلس، اللي هي كلمة الزائد اللي جنب التلاتة دي، عشان الإصدارات الجديدة فيها مميزات جميلة جدا 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 هنستخدمها مع البلاستي. احنا عندنا هنا ادي البروجيكت الكامل، لو عايزين موديل من أول وجديد هنجيب من هنا أو هندوس من هنا على طول. ادي والفول بودي، احنا عايزين أي يا عم؟ عايزين أي واحد من دول. ده ايه؟ لو وقفنا كده هنلاقيه بيعمل لنا عرض اكبر سنة. ماشي حلو، هات لنا ده. جوتو. عشان ده سي سي 3. ماشي؟ طب خلينا نقول، اصل هنا احنا بنقول نفذ لي ده على الموديل الموجود. طيب احنا خلينا نجيب من جديد، هنقول له هات لنا ريبليس كل حاجه اللي هو من الخانه دي. انما من الخانه دي انا بعدل حاجات، ده زي ما قلنا احنا في التعديل.
خلينا بس الاول نروح على الهدوم بسرعه ونروح ملبسين الراجل ده اي هدوم كده، وبعدين نروح بقى على اللي احنا كنا رحناها دي. ده بيعمل ايه؟ ده بيديني تفاصيل زياده. ماشي، حط لي التفاصيل الزياده وهنشوف هو فرق في ايه بعد كده. احنا بنشرح الحاجات الجميله جدا دي لانها لو احنا دوسنا دلوقتي اللي هو الجي ده بتاع الملامح الوش، شايفين يا جماعه اداني ملامح الوش ازاي؟ ده بيديني امكانيات اكتر في ان انا اعدل على التكتشر والحاجات بتاعت التصميم ده. طيب يعني ايه الشخص اللي هو الدهوني ده؟ الشخص اللي هو الدهولنا ده موديل كامل، الكواليتي بتاعه عالي جدا، اقدر ان انا اعدل فيه زي ما انا عايز. تمام. في بعد كده في ايه هنا؟ ايه عن في تعديل للصفات الفيس والحاجات دي. يعني الفيس ده ممكن احط عليه شوية تعديلات وديتيلز شوية هنا. ممكن انا برضو هنا في التعديل بتاع سي بلس ده، الاسنان، العيون، انا مش عاجبني عينين الراجل ده، انا ممكن احط ريبليس عينين تانية بلون تاني، الرموش، الاظافر، والشعر. الشعر هو عمل طفرة حلوة جدا في الشعر ده، ادي شعر حريمي وادي شعر رجالي. خلينا نحط الشعر ده ونتفرج. شفنا كل حاجة انا بنفذها ازاي. دبل كليك اتنفذت، لو سحبتها اتنفذت، كل طريقة انا هعمل اتنفذت على طول. شايفين الكواليتي في التحديث ده جميل جدا. ادي الحواجب وادي الشعر، لو دوست بره كده ودوست دبل كليك اي حاجة انا عايز احددها ادوس عليها دبل كليك. بيجيب لي هنا على اليمين المربع ده الاعدادات بتاعته. خلينا الاول من المربع ده، ادي شعر في هنا، ممكن شعر ده ممكن احط تفاصيل لدقن، يعني الدقن دي نغيرها للدقن كده، او نغير شكل الدقن دي، او نغير شكل الدقن دي، الدقن بتاعت الفايكنج دي. وهنا برضو ديتيلز تانية على حسب الحاجات اللي انا نزلها او الحاجات اللي انا اشتريها من الموقع. هنا بعض تحسينات للبشرة، السكين هنا انا ممكن بيعمل لي تعديلات للبشرة، فول سكين او ايه بالظبط الحاجة اللي انا عايز اعدل فيها، يعني البادي ولا الشكل والدقن والحاجات دي. بيديني التفاصيل كلها اللي انا ممكن اعدلها فيه، ممكن اعدل شكل الوش. يلا يا عم، هنا بيطلع لي بيقول لي اعمله اد، يعني احط التفاصيل دي زيادة ولا اعمله ريبليس. لا ريبليس يا عم، يعني شيل ده وحط ده. عمل ريبليس يعني شال ده وحط لي شخص تاني. هنلاقي ان هنا فتح لي مجموعة حاجات جديدة. طيب خلينا نجيب موديل تاني ونشوف التأثيرات دي عليه، عشان التضاريس والحاجات اللي في الموديل ده شديدة جدا. هعمل باص، انا جبت موديل تاني اهو. وهنروح على التعديل،
في ميل، في يعني حسب ايه السكين اللي احنا هنحطه. بلاش السكين ده، الجيكو مثلا ده دي المجموعة بتاعت الانهانسد اللي هو التحسين بتاع البشرة. يعني احنا هنا في مجموعة بنجيب من هنا الموديل، هنا بنجيب الجسم كله شكله عامل ازاي، او ممكن نجيب كل واحد من هنا، وهنا الشعر، هنا التحسين للبشرة. هنلاقي في حاجات كتير او مفتوحة، احنا مش هندوس على كل حاجة، انا بس بوريكم فكرة عامة. بعد كده هيبقى في تفصيل لكل حاجة احنا ممكن نحطها. ريبليس، انا ممكن اعمل اد وممكن اعمل ريبليس. ايه الفرق بين اد وريبليس؟ اد ان انا بخلي الحاجات الاساسية وبحط حاجات زيادة، وريبليس ان انا بشيل الحاجات الاساسية وبحط الجديد اللي انا حطيته. لو بصينا هنا هلاقي ان هو حط لي تفاصيل للبشرة حلوة جدا. انا هنا التفاصيل دي موجودة على اليمين، هو ده اللي انا بقول لكم عليه. الحاجة اللي انا بحددها في الجانب الشمال الايسر وبحطها هنا وبدوس عليها على الموديل سيليكشن بتظهر لي على اليمين. هنا ده اللي هو السكين انهانسد او السكينجن بتاع الريوليوشنز. يعني كل حاجة انا بحطها هنا، نفترض مثلا اللي هو اشكال العروق دي، انا ممكن اعدلها ازودها. شايفين يا جماعة اللي بيظهر عندي على البشرة بيحصل ايه؟ واوصلها للحد اللي انا عايزه. طيب النقط اللي في البشرة والديتيلز ده وهكذا، كل حتة اقدر يعني اشتغل فيها. شايفين؟ ازود شوية كده عشان تشوفوها. بتجيب لي التفاصيل الدقيقة جدا للبشرة اللي احنا بنقول يا سبحان الله ده شوف مطلع الشكل ازاي. كل الحاجات دي يا جماعة بسيطة جدا جدا جدا. التأثيرات بتاعت الوش والفيس ديكو، لو احنا عايزين نحط حاجات للفيس كده. شايفين يا جماعة هنا مع الإضاءة الجانبية بيظهر التكستشر عامل ازاي. اللبس ممكن برضو نعمل، ممكن نجرب الأد المرة دي. دي احنا ضفناها إضافة زيادة. شايفين يا جماعة بتفرق ازاي؟ ادي اللي انا بضيفه زيادة، ممكن كده وممكن تك، ودلت من الكيبورد شيلته خالص. طيب نرجع هنا تاني ونحط للست دي شعر، حط هيقول لنا اخرج من السكين جين اللي احنا بنعمله تعديل السكين ده، اللي اخرج يا عم اعمل اللي انت عايزه، وحط لنا الفول هير. شكرا. لاحظ ان هو قفل لنا الشاشة دي عشان بيحط لنا دلوقتي الفول هير. نيجي نبص كده نلاقي ادي اضاف لنا الشعر. شايفين الريزوليوشن والديتيلز بتاعت الصورة حلوة ازاي؟ طيب هنا بقى ميك اب. طيب انا عايز ايه؟ نحط ميك اب للشخصية ولا ايه؟ ممكن نحط ميك اب. في عندنا انواع بقى الميك اب، الناس المتخصصه في الميك اب هي اللي تفهم في الموضوع ده. نحط ايه انواع الميك اب اللي هنا؟ لا يا عم احنا خلينا في الفول ميك اب، انا ماليش دخل بالميك اب ما بفهمش فيه قوي، بس احنا نقول ان احنا هنحط الميك اب ده. شايفين التعديل اللي هو عمله؟ طيب انا عايز اشوف الصورة كاملة، هشيل بس العلامة اللي على اليمين دي، فهينفذ لي كل ده.
فرشة كده وفرشة كده. شكرا، حط لي الفول ميك اب ونفذ لي التعديلات. بقيت طلعت الموديل وحطيت عليه الحاجات اللي انا عايزها. هنا بقى كل حاجة بقى في الميك اب، العيون والرموش وكله كله، حتى الرجال، بس الرجال بقى ميك اب هنود حمر كده. طيب بعد ما نخلص من ده هنروح على الملابس. الملابس هنا ايه الحاجات اللي انا ادي الاندروير وادي التيشيرت وادي البنت. هنا لو في سكيرت، جاكيت، دريس، بوت واي حاجة تانية. يعني مثلا انا ممكن انفذ اي حاجة من هنا، نقول مثلا ان انا هلبسها البنطلون ده تمام، والتيشيرت اغير لها التيشيرت بدي تمام، البسها جاكيت ولا البسها جاكيت جو بقى شتا دلوقتي، ده بلاش شيرت، بوت، جزمة حريمي ولا بوت، ممكن البسها جزمة حريمي، بس جزمة حريمي على الشكل ده هتبقى مش منطقية. معلش يا جماعة احنا نلبسها جزمة عادية، طبعا شكل غريب شوية وانا ما احسنتش الاختيار فيه، بس هو احنا خلينا نشوف. ادي الصورة، طلعنا الموديل والله كويس، او الشكل بتاعه حلو، الالوان بتاعته حلوة، الرجل طيب ومية مية. وهنا بقى بقيت حاجات كده، هوفر الحاجات الاحتياطية، وممكن انا انزل برضو تولز واحطها هنا لو انا عايز البسها طاقية. طب الطاقية دي مش مظبوطة، هل ممكن ان انا ادوس، لو دوست اف بيعمل لي زوم على العنصر اللي انا واقف عليه. طب الطاقية دي مش مظبوطة، ينفع ان انا احاول اظبطها؟ حتة الشعر دي مش عجباني. ماشي، ادي الطاقية، لو انا دوست على حرك كده بيعدل لي الموضع ده تمام. طيب القصة دي نشيلها والطاقية دي، والله الطاقية مش حلوة. طب لو دوست ار بيعدل لي الحجم. طيب ماشي، انا ممكن اختار له مثلا نوع شعر تاني، ممكن احلق لها لو انا متضايق من شعرها والبسها طاقية نضارة وهكذا. انا المعنى ان انا ممكن احط اي تولز تاني انا عايز احطه، اعمله اكستنشن لده. والشعر زي ما انا شفت ان هو متقسم كذا قسم، يعني لو رحت هنا للشعر هلاقي الشعر متقسم اهو، عندي اربع اقسام وممكن اكتر من كده كمان تمام. وادي الملابس وادي التولز وادي هنا الحركة. طب هو انا اذا كان دلوقتي ده يا جماعة البرنامج ده مش برنامج عشان احرك عليه، فحطين هنا حركة ليه؟ انا هنا الحركة دي عشان اشوف الموديل بتاعي وبعدين انا ممكن احتاج ان انا اصدر الموديل ده لجيمز مثلا، فانا محتاج ان انا اصدره بتي او ايه، يعني ايه تي او ايه والكلام ده، يعني مثلا دي البوز ايه واللي فات ده البوز تي، هو اسمه كده على حرف التي واسمه على حرف الاي. بينفعنا في التصدير، يعني لو عايزين نصدر الموديل بالبوز بتاعه. وممكن اخليها تقف اي وقفة،
انا عايزها عشان اعمل تسويق مثلا الموديل اللي انا بعمله ده. اوكي يبقى هنا عرفنا ادي الانيميشن. اوكي ادي الاضاءات الاستوديو، فاحنا كده جمعنا ايه اللي في الكونتنت، اللايبراري بتاعته والحاجات بتاعته. ده في كمان هنا في ادي الاستوديو وادي تولز حاجات الاضاءه. خلينا نروح على الوش كده شويه. شايفين الاضاءه دي بروفايلات مختلفه للاضاءه، انا ممكن اختار منها اللي يعجبني، وممكن اجي هنا في حكايه فيجوال ده الامبيان اكلوجن، واختار من هنا اي نوع تاني من الاضاءه. مثلا ممكن اقول له زود الاضاءه بتاعتك وهكذا. يعني انا هنا بختار الاستوديو اللي انا عايز اضيفه باضاءته، وفي الفيجوال هنا شايفين يا جماعه العلامه اللي تحت دي، انا ممكن اقول له هنا اطفي لي الخلفيه اللي هي الشكل اللي انا عايز ده يظهر عليه. ده لموضوع الاضاءات والاستوديو. اضاءة الفيس هنا، الكاميرات ايه انواع الكاميرا. اطلع كده شوية وانا بتحكم كده، انا بتحكم في الكاميرا. بس انا الحاجات دي مفضلش ان احنا نتعمق فيها قوي في البرنامج ده، لان الحاجات دي احنا هنستخدمها في الحركة، فيبقى الافضل ان احنا نستخدم الحاجات دي في البرنامج التاني اللي هو الايكولون، واحنا برضو هنعمل له شرح مخصص لكل سيكشن منه على حدة، وهنعمل حلقة كاملة لكل الايكولون مرة واحدة، وبعد كده نخش بقى اندر الانجن باقي الحاجات دي. تمام، اللي هو دي الكاميرات هي، بس عشان معمولة على حجم راجل اللي هو الطول بتاعه اعلى شوية من كده. هنا مؤثرات وحاجات المهم ده، وهنا بقى تول لو انا عايز اعمل مثلا احط تولز كنبه مثلا او حاجات زي كده. احنا دلوقتي خلينا نخرج من البروجكت ده ونعمل بروجكت جديد عشان نخش على اللذيذ جدا حبيبنا الهيد شوت. اوكي خلينا نعمل باص للفيديو عشان عملنا باص، بس عشان هو لما بيفتح بيجيب الموديل نود، ما بنحبش نفتحه او هو نود. بعد كده جبنا موديل جديد الشخص ده ولبسناه الهدوم دي، وهنبدا نجرب الهيد شوت. ايه هو الهيد شوت؟ الهيد شوت هو بلجن بينزل على الكاركتر كرييتور، بيتيح لنا ان احنا ناخد صوره ليها مواصفات معينه ونخلي الكاركتر ده يعمل شكل الصوره دي. طيب ازاي؟ بنفتح البلجن ده وعندنا الكاركتر، ادي الهيد شوت، في اوتو وفي برو. ايه الفرق بين اوتو وبرو؟ اوتو بيجيب لي كل حاجه، اوتو بيحط لي شعر كده من عنده كواليتي سيء جدا وبتاع، وبيخليني ما اقدرش يعني اتحكم قوي في الاعدادات بتاعته. برو بيديني الفيس من غير شعر وبيخليني اتحكم في الاعدادات بتاعته. تمام،
هنعرف. طب بيشتغل ازاي يا عم الهيد شوت ده؟ بجيب صورة من مكان تاني ببساطة جدا، بسحب الصورة كده واسقطها في الهيد شوت. هيقول لي انت عايز ايه يا عم؟ بيفتح لي مربع الحوار ده. ادي الصورة اللي انا اخترتها مثلا، لما بقف على اي حاجة بيجيب لي ليها زوم كده، بيقول لي انت عايز كارنت ولا هيبقى ميل ولا فيميل ولا بيبي ولا ناتشر ولا ايه بالظبط، وعايز له ماسك ولا تعمله ايه بالظبط. لا هو ميل يا عم. ودي انواع التنظيف للصورة لو فيها عيوب او حاجة زي كده. طبعا التنظيف على قد، هو مش بيرفكت، فانا بقول له جنريت يا عم، اعمل لي الصورة دي. هنتفرج نشوف الراجل ده بيعمل ايه. احنا كل ده لسه بنتكلم في المربع الشمال، ما اتكلمناش على المربع اليمين. طيب ماشي، هو انا عشان قلت له ميل فهو شال الاولاني فجاب لي نيو ميل. اوكي حمل 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 حمل، مش عايز كل شوية يعمل باص. غلس. طيب ماشي، حمل وطلع لي الشكل الغريب العجيب اللي احنا شايفينه ده. خلينا نبص على الوش، يعني هو قريب شوية بس مش تيبيكال. طب ليه عم مش تيبيكال؟ وايه الشكل اللي هو مطلعه ده؟ انا ممكن احسنه ازاي؟ اولا احنا لازم نعرف ان هو في شروط للصورة اللي انا هحطها. طب ايه هي الشروط؟ هو بيفضل ان عشان تستخدم البرو يكون الصورة دي 4K، 4K resolution بتاعها 4K. انا لو عايز اعمل موديل ليا او لاي شخص تاني يبقى المفروض الصورة اللي انا استخدمها تكون هاي ريزوليوشن عشان يقدر ان هو يشتغلها لي ويطلع لي ليها التفاصيل دي. نلاحظ برضو ان في شبه يا جماعة، برضو والله في شبه منه. طيب احنا الصورة دي فيها حاجات مش مطابقة، نطبقها ازاي؟ لو بصينا تحت هنلاقي هنا في علامة ندوس عليها، هنلاقي في حاجات ظهرت، شايفين ادي ده حجم الجمجمة كله. طب ما انا شايف العلامات دي بس انا مش عارف يعني هي دي اعدلها ازاي عشان تبقى مع الصورة. لو نزلنا لتحت كده هنلاقي فيه علامة تانية كده، لو دوسنا دي واو هنلاقيه حدد لي، راح مبين لنا الصورة دي في الخلفية، جايب لنا الموديل عليها. طب بس الاتنين تقال قوي على بعض، هطلع كده لفوق. جميل، شفنا ايه اللي بيحصل؟ الاوباسيتي ده بيعمل لي بينقل لي من الموديل للصورة، من الموديل للصورة. فأنا ممكن مثلا أجي كده، انا كده شفت فرق الودان من الموديل والصورة، الموديل اصغر من الصورة شوية. طب انا اكبرهم ازاي؟ ادوس على دي، ممكن اقلل الاوباستي خالص بتاع الحاجات دي، وممكن ان انا الغيها خالص، بس لو جيت عليها هيحددها لي. والودان دي اسحبها لبرا شوية. جميل. طيب الهيد، اوضح الصورة شوية، الهيد بتاع الرجل ده اعلى شوية. جمجمة من الجناب شوية. طيب في هنا حاجة تانية في العينين، خلينا نروح على العينين.
الصورة العينين ضيقة شوية، خلينا نظبط اللينس كده شوية. طيب يظهر لي ده. شايفين يا جماعة في هنا حاجة؟ شايفين الحتة اللي بتتحرك دي؟ ادي الجفن الفوقاني كده، وده الجفن التحتاني، شايفين؟ ادي التلات ادوات اللي انا بحرك فيهم الجفن التحتاني. يعني دلوقتي لو عملت كده شوية بشوية كده، مش قوي يعني. طيب الحاجات اللي انا بلمسها هنا، هل في طريقة تانية عشان اعدلها بيها؟ اخفي ده، خلينا نشيل دي كده، بدأ يقرب شوية ليه اهو، عرفنا دي بتعمل ايه. ايوه فيه. طب نروح هنا، اول تبويب ده الاوبجكت اللي انا محدده بيجيب لي ايه التفاصيل اللي انا اعملها فيه. تاني تبويب ده الحركة، خلاص احنا عرفنا الحركة مش هستخدمها هنا. تالت تبويب ده موديفاي، يعني ايه يعني التعديل الموديفاير بتاعه. الحاجات دي انا ممكن مثلا ده الايليد، نبص كده يا جماعه، ادي الهيد شوت، ادي الهيد سكول، ادي الاي اي سكول. لو رحنا هنا خليه بيحجم لي كل حاجه هنا، لو فتحنا الصوره كده طيب في عندي هنا الاي هاي، شايفين؟ شايفين ايه قربت شويه. ايه حسنا قربت شويه كده، هلاقي هنا اهو. ده طبعا التبويب الجديد ده اللي طلع ده بتاع البلاجن اللي هو الهيد شوت، اللي هي الاعدادات دي. يعني انا دلوقتي فتحت صندوق العده ده كله، صندوق العده ده اللي بيصلح لي البادي ده، ماشي؟ هنشتغل ميكانيكيه وهنصلح البادي ده. ادي الهيد شوت، ده الهيد السكال اللي هي الجمجمه، الفيس وهكذا، كل حاجه، العينين، الودان، المناخير، الماوس، الشين، الدقن، الجاو، النيك، كل حاجة هنا هقدر أنا أتحكم فيها. فأنا بقعد بقى معاه وبمسك كل حاجة من دي وبفضل أعدل فيها. لو مش عايز أعدل من هنا يبقى بظهر ده وبقعد كده بإيدي أقول له إيه؟ أقول له المناخير ده كده، ده أكبر ده أصغر، الحواجب ده أصغر شوية. أنا عايز الحواجب دي تقل شوية يا عم، تنزل لتحت. نبص هنا على اليمين يا جماعة، شايفين؟ بصوا لده، مجرد إن أنا حددت هنا راح مطلع لي مكانه على اليمين وبيحركهولي بالعدد والكمية اللي أنا، بص هنا، اللي أنا عايزها. خلينا بقى نبص في الحتة دي، شايفين البهتان اللي هنا ده؟ وبصوا لما أنا هظبطهم على بعض، بصوا يا جماعة بتظبط ازاي على بعض؟ أيوة مثلا كده. يبقى لو عملت كده وصلت إن أنا ظبطت حجم الحاجب تقريبا على بعضه.
لو شلت كده نفس الحاجب ده هو تقريبا نفس الحاجب ده، زبط الحاجب. وهكذا أبدأ بقى أروح على العين. أيوة، أنا لو دلوقتي وصلت بالعين لأضيق حاجة ممكن يوصل لها، ممكن أدوس كلمة باك دي تحت وأضيق تاني، أروح هنا على I General، فهمنا يا جماعة الفكرة بتاعته إزاي؟ يعني أنا هنا ده الهيد شوت بيجيب لي الدماغ، الوش ده يروح مطبقه لي على الوش ده، وبعد أنا أعمل زي الرجلاش بسيط كده عشان أبدأ أعدل كل حتة هنا عشان يوصل للشكل ده، و... وعندي هنا قائمة الأدوات من المورف ده، الموديفاي ده بيعمل لي مورف هنا لكل حاجة، بيعمل لي رجلاش لكل حاجة موجودة في الوش وفي الجسم وفي الإيدين وكل شيء بيعدلها لي، تمام؟ وعندي هنا ماتيريال وخامات بقى، سكن وماتيريال ومش عارف إيه وبتاع حاجات، لو أنا عايز أعمل هنا أي تعديلات، تمام؟ وهنا سموث ميش ده لو بلاقي هنا في حاجات هنا يعني مش ناعم، الوش السكن بتاعه المورف مش قوي يعني فيه، فانا ممكن ادوس له دي فبيروح من عاملي الشكل ده، تمام. عندنا بقى سيبنا من ده، ده كونفرت تو جيم بيس لو انا عايز ابعته للجيمز. عندي هنا برضو في شويه حاجات اهمهم ادجستبل، ودي انا مش هحتاجها دلوقتي خالص، يعني ان انا انزله على الفلور لو انا عملت اعدادات وشلت الموديل وحطيت الموديل وعملت حاجة زي كده. وايديت ميش ودي حاجة مهمة جدا. خلينا الاول نفتح، خلاص احنا عايزين بقى نحط على الراجل ده شعر. اديني يا عم هات لي الشعر، الشعر ده ماشي، بس هو من غير شنب أظن، ولا هو بشنب؟ لا هو من غير شنب. طيب وريني، احنا ممكن نشوف، نروح هنا للسن، الشعر فين عندك هنا يا عم؟ ايه دقنه شنب؟ شلناهم، ده في دقن تانية. احنا ممكن يعني كده ادي الحاجات اللي احنا حطيناهم، بيخفلنا المؤثرات اللي احنا حطيناها هنا اللي هو في السن، اللي هو يعني دي كل شيء موجود هنا موجود عندي في القائمة دي، حتى اللايت والسكاي والكاميرا كل شيء. ادي افاتار ده اللي هو السن، وادي فيجوال، وادي الريندر. فاحنا عرفنا ايه الشاشات دي، وعرفنا هنا دي موديفاي اللي هي بتعدل كل الحاجات دي اللي هو المورف ده، هنا دي الحركة اللي احنا غالبا مش هنحتاجها، وهنا دي القايمة اللي هي بتعدل لي الحاجات اللي يعني اللي هي مثلا ممكن اعدل السك بتاعه، وممكن الديتيلز بتاع دي اكبرها وهكذا. ممكن مثلا خلينا يا جماعة نروح ناخد لده الراجل ده ملابس هنا، اديني القميص ده واديني منطلون، اديني المنطلون ده ماشي، واديني شوز ده، اول مرة اضبط لون الشوز مع القميص ماشي. بص يا جماعة في هنا حتة القميص بيتدخل مع البنطلون. طيب انا لو ده لو علمت على القميص، في عندي هنا ايديت ميش ده كونفيرم ده، بس انا هشرح لكم الايديت ميش. الايديت ميش ده لو دوست عليه بيطلع لي زي الماكس بالظبط، بيطلع ده مكون من نقاط ومربعات ومثلثات وحاجات زي كده. فهو انا دلوقتي في الايديت ميش
ادي فيرتكس وفيسس واليمنت وسكال. انا يهمني هي كلمه سكالبتي. سكالب يعني نحت، ممكن انحت لتحت، انحت لفوق، انعم. اوكي، خلينا دلوقتي في النحت لفوق عشان ده اللي احنا محتاجينه. شايفين الحته دي؟ انا هنحت ايه اللي انا محدده؟ ايه اللي انا محدده؟ القميص. فين دلوقتي الريديوس ده؟ يعني بكبر دلوقتي حجم الفرشه. شايفين؟ ممكن اكبرها او ممكن اصغرها، وبعدين اقلل وازود المؤثرات بتاعه الفرشه، وادوس هنا اعمل كده. اختفت لان انا شديت القميص لبره شويه بس، واقفل المشي. ده بينفع في حاجات كتير، ممكن لما تصدر حاجه من هنا لبرنامج تاني وتلاقي مثلا جزء من الهدوم داخل في حاجه وكده، هنبدا نعدلها. فانا كده قدرت اعمل ايديت للميش ده، وهكذا. السكن ويتس والترانسفير، يعني ممكن حاجات زي كده انقلها دي، بدل ما تبقى ملابس تبقى اكسسوارز، تبقى يعني من الحاجات دي كلها. احنا دلوقتي احنا اللي يهمنا في الموضوع ده ايه؟ ان احنا قدرنا من البرنامج ده نعمل الكاركتر، وعلى الاساس ده اقدر ان انا اخد الكاركتر ده، ادي حرف الايه، اقدر اعدله، اعمله اي حاجه تانية، اخليه يقف باي وقفه عجبني. هنا اغير له الوقفه دي، وادي الوش بتاع الشخص ده زي ما احنا قلنا وعملناه قريب الشبه جدا منه. يعني اطلع لي كده يا عم شويه عشان نشوفك. شايفين يا جماعه؟ قريب جدا منه اهو، وادي الحركه اللي احنا قلنا عليها. هنا الحركه مش هناخدها قوي من البرنامج ده، بس احنا يعني هنستخدم البرنامج التاني افضل. هنا لو انا عايز اعدل الحركه هنا شويه، الكوع ده مثلا، شايفين الافاتار ده هو كل حته انا بلمسها هو اللي انا بعدل. الكوع ده، الكوع التاني، الكوع ده مثلا عايز افتحه كده شويه، ارفع الايد كده شويه، بس ده كله مش هيفيدني في هيفيدني بس ايه؟ البوز اللي انا حاطه بس. انما في التعديل لا، مش ده. هنا الوش، لو دخلنا على الوش اكسبريشن، لان هو بيديني الفول كنترول ده، لان هو عامل لي ريجنج كامل. يعني ريجنج كامل يعني هو عامل لي عضلات، مركب لي العضلات والعظم وكل شيء مركبه لي، ومخليني اقدر اتحكم في الافاتار ده فول كنترول. تمام، ريست، ممكن اخليه ساد، ممكن تاثير ده قوته هنا ايه، وادي ريست، وممكن اعمل اي حاجه فيه، وممكن الحواجب اتحكم فيها، كل شيء هنا بالتفصيل ممكن اتحكم فيه. حتى اني ممكن امسك له الحواجب دي كده من الجزء ده، وبالماوس كليك شمال، وارفع وانزل واعمل كل حاجة. تمام، دي اللي هي الايديت فيشل دي. وبكده نبقى فهمنا ايه التحكم بتاع العنصر ده كله. ممكن اروح دبل كليك على القميص مثلا عشان هنا الماتيريال اللي احنا اتكلمنا عليه، وادي الماتيريال بتاع القميص، واقدر احدد فيه من هنا. لو انا دوست كده لانش، انا ممكن يعني افتح ده الماتيريال ده في برنامج تاني، اعمل سيلكت اديتور، اقول له ايه سيلكت اديتور فين، روح لي يا عم على الكمبيوتر، على السي، على البروجرام فايل، على الادوب،
والادوب فوتوشوب هو ده الاديتور بتاعك يا عم. انا قلت له سيلكت اديتور، يعني ده برنامج الاديتور. لما بدوس هنا بقول له افتح لي ده في برنامج كذا، بيفتحوا لي في برنامج فوتوشوب مثلا عشان اقدر ابدا اعمل ايديت لي، اقدر اغير الماتيريال ده، اغير شكله، اغير لونه، اعمل فيه اي حاجه انا عايزها. لما يفتح برنامج الفوتوشوب ده ممكن اعدل بقى هنا الديفيوز كولر، اخليه الحاجه دي ما يعكس غير الاسود بس. اقدر احرك هنا اقول له مثلا اعكس لي اللون الاحمر، اللون الازرق. فانا دلوقتي بتحكم في كل حاجه في البرنامج ده، وممكن اعدله تاني، ارجع الديفيوز ده وابدا خليني اتحكم فيه عن طريق الفوتوشوب. الفوتوشوب فيه ايرور بس عندي، بس ده انا ممكن افتح البرنامج، افتحه على اي برنامج وابدا اعدل عن طريق الخانه دي. اوكي، وده هنا لو في انا عايز احط له تكشر او حاجه، دي هنشرحها في حاجه منفصله، اللي هو اللي انا عايز احط بادج مثلا على القميص او كده. ده من البلجنز الزياده. ده السكان والموكب لو انا عايز اعدل اللي هو اللي انا قلت عليه في تعديل الفيس والحاجات بتاعت الكونتنت ده، يعني لو انا عايز اعدل الملامح بتاعت الشخص مثلا، اعدل لي التكستشر ده اللي هو من ده، خش يا عم على الفيس وابدا احط لي التفاصيل بتاعت الفيس، اختار له الحاجة ايه، الحاجات اللي انا عايز احطها، عيوب، شكل، كل اللي انا عايز احطه في الفيس هنا. شايفين يا جماعة هو بيحط لي ايه في الفيس هنا انا عايز احطه. يعني قدرت مثلا حتى لو عايز احط له افكت ان انا بوظت الوش وحطيت عليه حاجات وحشة، فانا ممكن اعدل من هنا كل شيء زي ما احنا كنا بنشرح. ده اللي هو السكين. ولو خرجت هنا من السكين يرجع لي للشاشة الأولى بتاعتي، وابقى كده عملت الموديل وممكن أعمل فيه أي حاجة بعد كده. بعد كده أروح طالع أنا هنا على فوق وأعمل إكسبورت. إكسبورت أفاتار، اكسبورت او بي جي، او اكسبورت اف بي اكس. يعني ممكن اقول له اكسبورت اف بي اكس. هنا بقى الحاجه الجميله قوي، انا هعمل له اكسبورت اف بي اكس ليه؟ مايا ولا ماكس ولا يونيتي ولا انريل انجن ولا موشن بيلدر ولا بلندر ولا سينما 4 دي ولا ايا كان الحاجه اللي انا هستخدمها هنا، انا هعمل له اكسبورت لي امبيد تكستشر، يعني يحط لي التكستشر وكل حاجه داخل الموديل، ولا حجمها لي وحطها لي لوحدها، ولا غيرها لي بخامه تانية. كل شيء انا ممكن اعمله. البرنامج ده بيسهل حاجات كتير جدا 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 علينا، يعني عشان تعمل موديل وتحركه في برنامج تاني صعب جدا وطويل. فاكرين احنا الشغل بتاعنا لما كنا بنعمله في الماكس، وكنا بنعمل ريندر في الماكس والفي راي وكده، كان بياخد وقت طويل جدا. وبعدين ظهر طفره جامده جدا اسمها اللوميون والتوين موشن، اثرت الوقت ده للعشر. احنا دلوقتي بنتكلم في الحاجات دي،
زي ما احنا عارفين ان هو فيه دلوقتي العالم بيتطور بطريقة جدا سريعة، وعندنا فيه حاجة زي الميتافيرس بتاع الفيسبوك والفيرتشوال رياليتي والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها هتبقى يعني هتبقى ببساطة جدا، الصعوبة والحاجات التكنيكال اللي كنا عارفينها في الأول خلاص هتنتهي، هيبقى فيه بس الشغل السهل. اللي هو يعني ايه شغل سهل؟ يعني تفتح كاميرا كده وبإعدادات معينة بأجهزة سنسور زي الموكب كده، واحنا عارفين ان هو الناس بتوع الانيميشن عارفين الموكب ده كان شيء معقد جدا، فيري كومبليكيتد، ان هو الموشن كابتشر، نسخ الحركة. تفتح جهاز زي كده ومع كاميرا معينة، وتفتح الموديل بتاعك وتقول له سيتنج اوبن، وتفتح الموكب بتاعك وتبدأ انت تتحرك وتتكلم، فالبرنامج يتحرك الكاركتر يتحرك ويتكلم معك. واحنا شفنا الكلام ده في فيلم افاتار الميكينج بتاعه لما زوي سلدانا لابسة الموشن سنسور على وشها وبتبدأ تتحرك والافاتار بتاعها بيعمل نفس التعبير. وفي كل ال في مين كرافت والحاجات دي في كل الافلام بيتعمل نفس الشيء. فالبرامج دي جميله جدا يا جماعه وسهله جدا، ما حدش يحط في دماغه ان هي شيء صعب، جميله وسهله وبسيطه وتعليمها من اسهل ما يكون. ارجو ان احنا نكون يعني الحلقه دي بسيطه ما تكونش تقيله معاكم ولا حاجه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. مع السلامة.